تلو الآخر في هذا الصباح الجميل في هذه التحديات الرائعة. تعلن انطلاقة شوطنا الخامس عشر وهو شوط خاص بزمول المحليات الأصايل، شوط من أشواط الإنتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر. نسير بالصدارة، نتابع البداية والمقدمة والاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى. من بدأ بالتقدم والانطلاق والاندفاع الباين في هذه اللحظات زيزوم للسيد بن مبارك بن هواش الخيلي، من يقدم زيزوم بهذا الاندفاع والعرض المتميز. يلي مع المركز الثاني ياتي ضاري لهادي بن عبد الله بن مايد المسافري، ثالث الانطلاقات مشغل لمطر بن محمد بن ضبيعة الكتبي، وعلى مستوى المركز الرابع يتسلل يتقدم ينطلق غازي يقود بهذا الاندفاع عبد الله بن سعيد بن تريسة الظاهري، بينما إذا انطلقنا مع المركز الخامس يصل أيضا في هذه اللحظات زاهي بشعار محمد بن سالم بن مسلم بن حمرور العامري مقدما لزاهي على مستوى المركز الخامس. سادس الانطلاقات، سادس التحديات من الجانب الآخر، مسامح لمطر بن عبيد بن غدير الكتبي يقدم مسامح مع المركز السادس. وسابعا القدوم في هذه اللحظات مع المختبر لمطر بن سعيد بن حلوة الاجتبي، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثامن تصل الأسامي تباعا بهذا الانطلاق، وعلى مستوى المركز الثامن التقدم والانطلاق مشاهدينا متابعينا الكرام من الجانب الآخر. من الجانب الآخر يصل في هذه اللحظات الشاذلي لحمدان بن بخيت بن محمد الراشدي. تاسعا مشاهدينا متابعين الكرام سلهود بشعار السيل بن مبارك بن مرخان الكتبي، ومع المركز العاشر على التسلل والتقدم المشاكل لمحمد بن قنون بن سعيد بن كديدة، من يعلن أيضا تقدم مشاكل مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام لمراكزنا العشرة المتقدمة في هذا الشوط وبهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز. نعود مع الصدارة والبداية والمقدمة، وأرى هناك غازي من غزا الصدارة وانطلق بناموس هذا الشوط في هذا التحدي الواضح والباين والانفراد على الصدارة بشعار عبد الله بن سعيد بن تريس الظاهري مقدما. أرى هناك أيضا عفوا زيزوم على الصدارة، زيزوم على المقدمة بشعار سيف بن مبارك بن هواش الخيلي، من ينطلق من يندفع بناموس هذا الشوط يليه مع المركز الثاني. مع المركز الثاني ضاري لهادي بن عبد الله بن مايد المسافري، ومشغلياتي ثالثا لمطر بن محمد بن ضبيعة الكتبي، بينما اذا انطلقنا مع المركز الرابع اردت تسلل اردت تقدم لزاهي بشعار محمد بن سالم بن مسلم بن حمرور العامري. من الجانب الاخر على مستوى المركز الخامس ياتي الشاذلي هذا الانطلاق حمدان بن بخيت بن محمد الراشدي، من يقدم الشاذلي بهذا الاندفاع المتميز. وعلى مستوى المركز السادس يصل ايضا مسامح مطر بن عبيد بن غدي الكتبي متابعا لتقدم مسامح مع المركز السادس. سابع الانطلاقات، سابع التحديات غازي لعبد الله بن سعيد بن تريسة الظاهري، ولكن ارى التغيير اللي طرى وجرى مع المركز السابع. يصل يتقدم المختبر مطر بن سعيد بن حلوة مقدما للمختبر مع المركز السابع. ثامن الانطلاقات، ثامن التحديات مرفوق لعيد بالصغير بن قنون بن يرادة الكتبي، وعلى مستوى المركز التاسع نتابع غازي عبد الله بن سعيد بن تريس الظاهري يعلن هذا الانطلاق. ومع المركز العاشر أرى التحديات أيضا لسلهود للسهيل بن مبارك بن مرخان الكتبي، ولكن اللي غير مع المركز العاشر مشاكل لمحمد بن قنوب بن سعيد بالكديدة أيضا ياتي بدوره على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام، أكملنا ندان الثاني للعشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط وبهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير. ولكن بنعود مع الصدارة، نتابع
البداية، نتابع المقدمة، أرى الكوكب ثلاثية بهذا الانطلاق المتميز وبهذه العروض الجميلة والرائعة، وأرى هناك ضاري اللي قاد المجموعة، هادي بن عبد الله بن مايد المسافري مقدما لتحديات ضاري، المركز الثاني زيزوم لسيب بن مبارك بن هواش الخيلي يقدم زيزوم بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز، المركز الثالث الشاذلي لحمدان بن بخيت بن محمد الراشدي يتقدم مع المركز الثالث الكوكب الثلاثية والتحدي الحاضر في هذا الانطلاق المتميز وبهذه القيادة لضاري لهادي بن عبد الله بن مايد المسافري مقدما لهذا الاسم، المركز الثالث زيزوم لسيب بن مبارك بن هواش الخيلي، ثالث المراكز الشاذلي لحمدان بن بخيت بن محمد الراشدي، وعلى مستوى المركز الرابع يصل المختبر لمطر بن سعيد بن حلوه الاكتبي متابعا لهذا الانطلاق، المركز الخامس شعار محمد بن سالم بن سلم بن حمرور العامري مقدما لهذا الاسم على مستوى المركز الخامس، ولكن بنعود مع الصدارة مع هذا الانطلاق المتميز، أصبح الثنائية بهذا الاندفاع الرائع والجميل والتحدي ما بين زيزوم وانطلاقة الشاذلي وزيزوم، واللحظات الأخيرة التحدي الحاضر في هذا الشوط مع هذا الانطلاق المتميز مع أشواط الإنتاج والمنتجين، نتابع الصدارة وزيزوم، زيزوم هو الأقرب لناموس هذا الشوط بهذا الأداء المتميز وبهذا العرض المثير واللحظات الأخيرة، زيزوم على الصدارة، ولكن الشاذري يحاول في الأمتار النهائية، زيزوم هو الأقرب لناموس هذا الشوط، سيب بن مبارك بن هواش الخيلي واللحظات الأخيرة، سلام للعين سلام، اسعدت صباحا بهذا الأداء المتميز اللي قدم زيزوم، تهارينا لسيب بن مبارك بن هواش الخيلي المركز الثاني الشاذلي لحمدان بن بخيت بن محمد الراشدي، بينما اللي وصل مع المركز الثالث جاء مع هذا الانطلاق مرفوق العيد بالصغير بن قنون بيرادة الاكتبي، المركز الرابع يأتي أيضا مشاكل لمحمد بن قنون بسعيب الكديدة، ومع المركز الخامس انطلاقة شاهين لحمد بن سهيل بن محمد بن هدفة العامري، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية 8:13 ثلاث أجزاء من الثانية، تهانينا لسيب بن مبارك بن هواش الخيلي المركز الثاني، جاء الشاذلي لحمدان بن بخيت بن محمد الراشدي، توقيت الزمني 8:13:05 من الثانية، بينما اللي وصل مع المركز الثالث، هذه لحظات وصول وتقدم فوق مع المركز الثالث بشعار عيد بالصغير بن قنون باليرادة الاكتبي، توقيت الزمني 8:16:04 من الثانية.